السلام عليكم مشاهدين الكرام، وأهلا بكم معنا إلى جولة الصحافة لهذا اليوم، والتي سنبدأها من صحيفة القدس العربي، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. هل ترغب بأن ترسل رسائلا للأهل في سوريا؟ هل تواجه صعوبة في التواصل مع الأصدقاء؟ أرسل رسالة مجانية على الواتساب إلى قناة الجسر الفضائية، وسنقوم بعرضها على شريط الرسائل من 1 ظهرا حتى 6 مساء. أرسل رسالتك عن طريق الواتساب على الرقم. أهلا بكم من جديد وإلى صحيفة القدس العربي، وفي صفحتها الأولى يمنيا عنونت: ربو كبير لعائلات القيادات الحوثية إلى خارج البلاد، اليمن قوات هادي تسيطر على معسكر استراتيجي يفتح الطريق نحو العاصمة. وفي صفحتها الثانية عراقيا نقرأ: الحكومة العراقية تعتزم بيع قصور ومقتنيات صدام من بينها حبل إعدامه لسد عجز الموازنة العامة. أما عن الشأن السوري فنقرأ العنوان التالي: إصابة 15 تلميذا سوريا في قصف لحزب الله على مضايا، ومقتل أكثر من 1300 مدني خلال الشهر الماضي. الطيران الروسي يدمر مخزنا للمنتجات النفطية تابعا لجيش الإسلام في دمشق. وعنواننا الأخير من القدس فلسطينيا، وفيه: نتنياهو يهاجم السلطة عقب عملية بيت إيل وينعت المجتمع الدولي بالمنافق. مردخاي: كل من يأتي بعد عباس سينتهج سياسة أكثر تشددا. والرئيس الفلسطيني يدعو كيري لدعم المبادرة الفرنسية. دعونا ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط، والتي عنونت بصفحتها الأولى سوريا فقالت: السعودية تجدد دعمها للمعارضة السورية، ونظام الأسد يرضخ ويقبل مبدئيا إدخال المساعدات. انطلاقة صعبة لجنيف 3، ولقاء أمريكي روسي لمنع الانهيار. وفي صفحات الشرق الداخلية يمنيا نقرأ: قوة عسكرية قادمة من عدن لفك حصار المدينة، والمخلافي يدعو للنفير العام. الميليشيات الحوثية تواصل مجازرها في مدينة تعز، ومقاومة إب تستهدف تعزيزاتها العسكرية. وإلى الشأن العراقي، وعنه نقرأ: مجلس الأنبار: بيئة المدينة ملوثة بالكامل بعد الجثث بعد تحريرها من داعش. الرمادي تواجه خطر تفشي الطاعون. وعنواننا الأخير من الصحيفة عن فيروس زيكا، وفيه: توقعات بإصابة الملايين في الأمريكيتين، والرياض والقاهرة تتخذان الإجراءات الوقائية. الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا لتحديد خطورة زيكا. ننتقل إلى صحيفة الحياة اللندنية، وفي صفحتها الأولى سوريا نقرأ: المعارضة تطلب أجندة وبرنامجا زمنيا للملف الإنساني، وموفد أوباما إلى قاعدة عسكرية شرق سوريا، مظلة أمريكية روسية دولية لإنقاذ مفاوضات جنيف. ونبقى في صفحتها الأولى وإيرانيا نقرأ: رفسنجاني يحمل على استئثار المجلس الدستوري ببت أهلية المرشحين. طهران استعادت 100 بليون دولار. وإلى الصفحات الداخلية لنقرأ عنوانا سوريا جاء فيه: ارتفاع قتل التفجيرين جنوب العاصمة إلى 91 قتيلا، بينهم 45 من عناصر موالية للنظام. معارك بغطاء الروسي في اللاذقية وقرب دمشق، وتبادل أسرى في إدلب. وعنواننا الأخير من الحياة فلسطينيا، وفيه: شهيد قرب طول كرم خلال محاولته طعن جنود إسرائيل طعن جنود إسرائيليين طبعا. وإسرائيل تغلق رام الله للمرة الأولى منذ الانتفاضة الثانية. وبالانتقال إلى صحيفة النهار اللبنانية، وفي صفحتها الأولى لبنانيا نقرأ: مسار التمديد يكسر اليوم بدءا بالبلديات. الحريري يعتمد المواقف المثبتة لترشيح فرنجية. وإلى صفحاتها الداخلية وسوريا عنونت:
وفاة 8 أشخاص في معظمية الشام نتيجة نقص الرعاية الصحية، وفرار أكثر من 3000 سوري إلى تركيا في الأيام 3 الأخيرة. عنواننا الأخير من النهار عن الشأن الأمريكي، وفيه: سباق الرئاسة الأمريكية انطلق فعلا في المجالس الناخبة بأيوا، الجمهوريون والديمقراطيون يبحثون عن بدائل من نظام فاشل. إلى صحيفة العرب اللندنية والتي نطالع منها العناوين التالية، والأول يمنيا وفيه: الشرعية تسيطر على منطقة نهم وتمسك بمفتاح صنعاء. العاصمة اليمنية تخلو من البعثات الأجنبية بمغادرة طاقم السفارة الروسية. وفي صفحتها الثانية نقرأ: واشنطن تخشى أن تفقد الورقة الكردية لصالح روسيا بسبب جنيف. مسؤول أمريكي رفيع في شمال سوريا لدعم الوحدات الكردية. تركيا تنظر بريبة لتدافع أمريكي روسي باتجاه الأكراد. عنواننا الأخير من الصحيفة عن التوتر السوري السعودي الإيراني، وفيه: بان كي مون يخل بالحيادية بمساواته بين الرياض وطهران في إذكاء التوتر. طرح سطحي للوضع في سوريا يساوي بين السعودية وإيران. الغرب يريد مصالحة بين الطرفين تضمن تحقيق مصالحة. وفي صحيفة العرب القطرية بالانتقال إليها، وفي صفحاتها عربي ودولي، نقرأ العناوين التالية، والأول فيه: تهديدات إرهابية جديدة تفزع العواصم الأوروبية. وفلسطينيا نقرأ: الاحتلال يمنع دخول غير المقيمين لرام الله واستشهاد فلسطيني. أما عنواننا الأخير من الصحيفة ففيه: للمرة الأولى يهوديان على أعتاب البيت الأبيض. إلى المواقع الإلكترونية، ودعونا نبدأ من موقع عربي 21 الإلكتروني والذي نقرأ منه العناوين التالية: من هو ساندرز اليهودي الطامح برئاسة أمريكا؟ فساد قيادات الداخلية بمصر مجرد زوبعة أم فتح ملفات؟ معهد ألماني تغيير أولويات السعودية يؤثر على علاقتها بمصر. الختام من صحيفة زمان الوصل الإلكترونية أيضا، والتي نطالع منها العناوين التالية: نائب قائد الأحرار يدعو الجولاني لفك ارتباط النصرة بالقاعدة لمصلحة الثورة. السيطرة على بلدتين في ريف حلب تضع النظام وميليشياته على بعد 8 كيلومتر من نبل والزهراء. فصائل متعددة تحكم سيطرتها تقريبا على التل، وأمير النصرة يدعو لتطهير المدينة من التنظيم المارق. مخابراتيا وجنائيا، زمان الوصل تنشر سجل بشار الجعفري وأخويه المدانين ب3 جرائم. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا الصباح. قدمنا لكم عرضا لأهم العناوين للصحف هذا اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة، وندعكم مع فقرة الكاريكاتير، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.